إجابة سريعة، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي معاكم لفقرة السوشيال ميديا اللي هنتابع فيها أهم وأبرز الاتنشر عن نجوم الكورة في السوشيال ميديا. نشرت صحيفة النادي الأهلي أو صفحة النادي الأهلي على إنستغرام صورة لصلاح محسن، وكتبت تحت الصورة نيكست ماتش كم فلسطيني ودوري أبطال أفريقيا الثلاث 28 أغسطس استاد برج العرب الساعة 9 مساء، طبعا معاد المباراة القادمة. ومن معسكر الفريق في اسكندرية اللي بيستعدوا طبعا لمباراة كم فلسطيني يوم الثلاث اللي جاي، عمرو السولية نزل ستوري عن الإنستغرام الخاص بيه وكتب مورنينج أو صباح الخير. كمان نزل علي لطفي على ستوري بتاعته على الانستجرام برضه ومعسكر الفريق في اسكندرية الصورة اللي انتوا شايفينها دي. ونروح دلوقتي للعيبة المحترفة في الدوريات الأوروبية، هنبدأ بمحمد صلاح. محمد صلاح اللي سجل هدف الفوز لليفربول امبارح قصاد برايتون في الدوري الإنجليزي، ونشر صلاح على حسابه على تويتر مجموعة من الصور اللي بتخص طبعا الماتش واحتفاله بالجول. عمرو وردة كمان فاز امبارح مع فريق باوك اليوناني في بداية الدوري اليوناني في الموسم الجديد، وده كان قصاد ستراس، ونشر على حسابه على الانستجرام صورة من الماتش وكتب الفوز الأول في الدوري اليوناني ولا وقت للراحة. نشر كمان ستوري على الانستجرام وقال ريدي فور بنفيكا، وده الماتش اللي جاي عمرو وردة ان شاء الله في دوري ابطال اوروبا يوم الاربعاء اللي جاي، وخلاص تعادل باوك اليوناني على بنفيكا البرتغالي في ماتش الذهاب وسجل وردة جول في التعادل لفريقه. كمان تريزيجيه نزل ستوري على انستجرام قبل الماتش مع فريق قاسم باشا التركي في الجوله الاولى من الدوري التركي اللي بيتلعب طبعا دلوقتي، وكتب عليها جيم داي. نشر كمان احمد حسن كوكا صورته امبارح على الانستجرام من تدريباته مع فريقه الجديد اولمبياكوس اليوناني، ومستني مشاركته النهارده ان شاء الله مع فريقه في اول ماتش ليه في الدوري اليوناني، كل التوفيق ليه ان شاء الله. نشر كمان الحساب الرسمي لنادي استون فيلا الانجليزي على تويتر صوره للاعب المصري احمد المحمدي وكتبوا اداء قوي من المحمدي. نشر كمان الحساب الرسمي لدوري ابطال اوروبا على تويتر صوره لمحمد صلاح بالماتش امبارح وكتبوا ليفربول هم القاده الجدد للبريمير ليج بفضل فوزهم على برايتون بهدف دون مقابل. نشرت صحيفه البريمير ليج على انستغرام برضو او صفحتهم على انستغرام صوره لمحمد صلاح وكتبوا مو صلاح يفعلها. نشر كمان موقع الجول على حسابه على الانستغرام صوره لمحمد صلاح مع اعلام ليفربول وكتبوا اعلام محمد صلاح اصبحت جزء من مدرجات لا يتجزا. نروح بقى للنوادي واللعيبه العالميه على السوشيال ميديا. نشر خيمس ميلنر لاعب ليفربول الانجليزي على حسابه على تويتر صورته من ماتش امبارح وكتب ليس الاداء الممتاز ولكن فوز جيد والحفاظ على نظافه الشباك مره اخرى وتحسين الكثير. نشر كمان كريستيانو رونالدو على حسابه على الانستجرام صورته من ماتش امبارح مع يوفنتوس قصاد لاتسيو وفازوا طبعا فيه بهدفين دون مقابل، قال فوز جديد مهم. كمان كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان نشر على حسابه على الانستغرام صورته من ماتش امبارح اللي فازوا فيه على انجي في الدوري الفرنسي 3-1 وسجل الهدف الثاني وكتب مبروك يا شباب على الفوز ده. كمان نشر نيمار سجل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان صورته مع مبابي على الانستغرام وكتب شركاء في التسجيل. نشر كمان نيمار بوست تاني على انستغرام من الماتش واحتفاله بعيد ميلاد ابنه وكتب عيد ميلاد سعيد او بنته وكتب عيد ميلاد سعيد. ونشرت الصفحه الرسميه لنادي ليفربول على تويتر صوره على لحارسه لويس كاريوس واللي تم اعارته لنادي بشكتاش التركي، وقالوا الكل يتمنى لي الاداء الجيد خلال فتره اعارته. نشرت كمان صفحه سبورت 360 عربيه صورة كاريس بتيشيرت بشكتاش التركي وكتبت الحارس الألماني لوريس كاريس في بشكتاش التركي. وكمان احتفل الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على تويتر بذكرى ظهور الأول لأندرياس بيريرا مع الفريق من 4 سنين وكتب هذه السنة الرابعة منذ ظهور أندرياس بيريرا مع الفريق.
احنا النهارده او من امبارح حاطين سؤال على السوشيال ميديا، بنسال الجمهور فيه انتوا بتحبوا تتابعوا الاخبار على ايه، على السوشيال ميديا، على الويب سايتس، ولا من خلال الجرايد. فبعض طبعا الاراء وصلت لنا النهارده من خلال هاشتاج البرنامج كلام في الميديا، فهنشوفها معاكم دلوقتي. هنبتدي مع محمد رأفت اللي قال السوشيال ميديا اكيد. ساجد الاهلاوي قال انا بحب اتابع الاخبار عن طريق السوشيال ميديا. كمان رجب الاهلاوي قال محدش فاضي يقرا الجرايد، السوشيال ميديا ومواقع الكترونيه بس. علي محمد كمان قال المواقع الالكترونيه والسوشيال ميديا هم دلوقتي الاساس. فتحي قال السوشيال ميديا والمواقع اكيد، وساعات صحف لما ببقى مع جده. هو طبعا ربط الموضوع بجده عشان جده هو اللي بيشتري الجرايد. السوشيال ميديا هي الاسرع حاليا، ده راي ندى. عبد الحكيم صلاح قال المواقع الالكترونيه احيانا سوشيال ميديا. عصام رمضان قال بطلت الجرايد دلوقتي كله سوشيال ميديا. الصفحه بنروح بقى للصفحه على تويتر، صفحتنا احنا الرسميه، عملنا زي فوتنج او تصويت فيه. طبعا زي ما انتم شايفين ستاتستكس او احصائيات، وسالنا الناس انتم بتحبوا تقروا الاخبار منين، او بتحبوا تتابعوها منين، من الصحافه ولا من المواقع الالكترونيه ولا من السوشيال ميديا. اكيد السوشيال ميديا هي اللي اكتسحت بنسبه 75%، المواقع الالكترونيه 23%، اما الصحف الورقيه 2%. فطبعا دي كانت النتيجه زي ما واضح قدامكم. طيب آية بتقول السوشيال ميديا، وأحمد السيد كمان قال السوشيال ميديا. مشاهدينا دلوقتي بقى معادنا مع فاصل سريع، وهنرجع نستقبل ضيفنا النهارده الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية الدكتور طارق الأطوش.